لكم ان شاء الله شرح حق ملف السلاب. في البدايه احنا خلصنا سوينا رن على الملف البيمز، نسوي نسخه ثانيه تكون حق السلابس، راح نسوي عليها تعديلات. طبعا النسخه هذيك يعني تكون خاصه حق البيمز. الحين هذه خاصه حق السلابس. اول شيء نسوي نروح للديزاين ونشيل ديزاين البيم والكولوم والتراك، حلو، ونضيف كوماند جديد اللي هو راح يكون هنا جاي المنت. سوي له اد الحين، ما راح اقدر اسوي له اساين لانه لازم اول شيء احط السلاب. من المساع بالملف البيم كنا نحط لود السلاب بس بدون وجود سلاب، بس الحين راح احط السلاب، فهمن اللود راح يتغير، بس بالبدايه راح احط السلاب نفسه. طبعا الطريقه هاي تختلف من فيرجن ثاني، اعتقد ما اللاب في شغلات ما تطلع عندكم، بس خلينا نسوي الحين على الفيرجن هذا. نروح جيومتري، نروح بارامتريك مودلز، نروح اد، نسوي اوكي هني عادي. المشكله في بعض المجسمات او الادوار يضبط فيها المبنى كله مره واحده. خلينا نقول بالطريقه العامه اللي هي انك تسوي كذي، ساعات تضبط ساعات لا. انا الحين بجرب. لازم تتقسم الاريا عندي مثلثات وبهالشكل، هالاتجاه كذي على الاطراف لين الارض مره ثانيه. الرقم هنا يكون 0.75. هني اغيره، هذا باللاب موجود، ما نغير شيء باللاب، بس بهالفيرجن نخليه تراينجلر. اوكي اعطيك اوكي، خلينا نشوف شو يصير عندي. هذا اذا عندك اسانسير او شيء تقدر تشيله، بس انا اشيله بعدين. اوكي خلينا نشوف هل هم ثلاثات ولا لا. وتقريبا ضابط، تقريبا ضابط، ضبط وياي. ساعات يقول لي ايرور، فاضطر اني اسوي سلاب سلاب، يعني اسوي سلاب بعدين اسوي مش بعدين اسوي ديليت واسوي السلاب الثاني. طريقتها يعني سهله بس يعني بطيئه. حلو، الحين نسوي ميرج مش. اوكي اخذ وقت بس صار تمام. لو تطبقون البرنامج السلاب على الفيرجن القديم راح يكون هالشكل، هم ثلاثات شوي اكبر، فما ادري اي هو الاصح، بس انه في اختلاف بينهم. بس هذا اللي بغيت اوضحه لانه في اختلاف بسيط. زين بعدين راح اشتغل على هذا الحين. انا قبل ما نحط السلاب، حلو، راح تكون موجودة السلاب، يعني نغير الكيرسر راح اقدر احدد السلاب كذي. حلو زين، فالحين اروح نشوف اللود اللي شنو يتغير عندنا. امسح كل اللود اللي كان موجود هناك اللي هو الواي رينج كلهم حتى الوول، اخلي سيلف ويت بس بالنسبه للديد، واللايف اشيلهم كلهم واضيف شيئين يدد اللي هو البليت لود. هذا نروح هني عد الديد، اد بليت لود، حلو هني راح يكون على جي واي، واحط الرقم بالنسبه للديد ماينس 2، نفس الشيء اللايف ماينس 2، فينيشينج و لايف لود ستاندرد. حلو نحطهم ماينس 2 بليت لود جي واي اوكي. بالنسبه لل بالاساين تسوي اساين تو فيو عادي، هذه اساين تو فيو راح تكون عليه كله بالنسبه للفينشينج وللايف لود. حلو هذا بالنسبه لللود. بس لاحظوا ان انا عندي هني ما عندي سلاب، عندي دري، وهني عندي اسانسير وما عندي سلاب. فانتوا لازم تسوون نفس الشيء حق على حسب اذا عندكم دري او ما عندكم. اكيد عندكم دري بس ان المكان ماله وين بالضبط. فلازم اضيف شغله زياده، بس قبل ما امسح وكذي
راح نحط البروبرتي اللي هو شنو الثيكنس حق السلاب، نفس طريقة البيمز نروح عند جنرال بروبرتي نضيف شيء اسمه لا مو هني، نحط الثيكنس مال السلاب. مثلا انا عندي السلابة هذه الثيكنس مالها 12، احط 0.12. شوف هذا مسوي له اساين انا البليت هذا راح وكان 24 الثيكنس ماله، نروح هذا نسوي اساين، نغير الكيرسر حد كذي نسوي اساين. اذا تبي تبلش من النص تضغط شيفت وتضغط وتمد سوي اساين، لازم تسويهم عليهم كلهم على حسب الثيكنس اللي عندك حق السلاب. تمام، فبشكل يعني مبدئي راح احطهم كلهم نفس الشيء، هو طبعا غلط بس انه اساس اكمل. اذا حابين تتاكدون اذا عندكم شيء ناقص، بروبرتي ناقص، حتى ملف البيم تروحون سيلكت باي ميسنج بروبرتي، حلو راح تعرفون اذا عندكم شيء ناقص. انا طبعا ما عندي شيء ناقص ف ما عندي اتريبيوتس ناقصين. حلو، وشلون طريقة المسح؟ راح تكون ان اذا بمسح مثلا سلاب عقب ما اضيف السلابس شلون عادي احط الكيرسر هذا واضغط ديليت عادي، بس دير بالك ما تدشون بالسلاب الثانية. نقدر نشيلها كذي، اذا تبي من النص تقدر تطق شيفت تسحب تسوي ديليت راح يروح الكيرسر، بس ما بشيل انا هي. ما ضفت الثيكنس والبارامترز اقدر اسوي رن، حلو فراح اسوي رن الحين ما عندي اي شيء. اوكي راح نروح وين؟ راح نروح ادفانس سلاب ديزاين. انا شنو ابي ملف السلاب؟ ابي اطلع السلاب ريفورسمنت ديزاين، حلو فاروح عند هذه لا ريزلتس سلاب ريفورسمنت، احط اللود كلهم بلاي تمام، واروح عند طبعا الديزاين عندي اربع شغلات توب اكس بوتوم اكس توب زد بوتوم زد. بوتوم اكس اوكي، البوتوم اكس يعني راح يكون حق كل سلابه بوتوم اكس ستيل ديزاين، فعندي هني الماكسيمم حق هالسلابه. حلو هني شوف الالوان، مثلا هذا اللون شو الماكسيمم تقريبا راح يكون يمكن 215. الاريا سيل راح نطلعها حق كل سلاب، حلو وهذا بالنسبه للبوتوم اكس بس. البوتوم زد نفس الطريقه بالضبط، طبعا البوتوم اكس راح يكون اتجاه الستيل كذي يعني بالعرض، والزد لفوق من فوق لتحت. فنشوف بوتوم زد كذي شكله، حلو نفس الطريقه ناخذ الاريا سيل ريكوايرد حق كل سلاب، يعني هني عندي احمر 526، عندي هني تقريبا الاخضر هذا يمكن نقدر نقول 362 يعني، فهذا راح يكون الاريا سيل حق السلابه هذه. ونسوي جدول حق كل السلاب وكل اريا سيل يحتاجه. بالنسبه للتوب اكس والتوب زد، زين التوب اكس راح يكون يسار يمين، شنو معناته؟ يعني عندي توب اكس 1 وتوب اكس 2، توب اكس 1 توب اكس 2، يعني كل سلابة راح احط لها توب اكس 1 وتوب اكس 2 حلو، وبوتوم اكس وبوتوم زد راح احط لها شنو توب زد 1 توب زد 2 حلو. بهذه الطريقة هذا الستيل ديزاين كامل. الحين عندي توب اكس نفس الطريقة، يكون هني توب اكس 1 هالمنطقة هذه توب اكس 2 تمام. واذا عندي سلابتين يم بعض اللون لهني شنو اكبر لون عندي 426،
خلاص هو راح يكون توب اكس 2 حق هالسلوب يساوي توب اكس 1 حق هالسلوب، لان توب اكس 2 هني راح تكون يمين، توب اكس 1 راح تكون يسار، راح تكون متساويين، والاريا تصير لهم 426. حلو، توب زد 1 توب زد 2 نفس طريقة توب اكس 1 و اكس 2 توب، نفس الشيء توب زد 1 توب زد 2 توب زد 1 توب زد 2، والتوب زد 2 تساوي حق هالسلاب تساوي توب زد 1 حق هالسلاب. وبهالطريقة نقدر نخلص الاريا السيل حقهم كلهم. اذا الاريا السيل شو اسوي فيها؟ فعندي هني شنو؟ بوتوم اكس بوتوم زد توب اكس 1 توب اكس 2 توب زد 1 توب زد 2، هذا الاريا السيل لهم كلهم، نحطهم في جدول على حسب السلابات اللي عندنا. حلو، زين، ليش ابي اي اوف ستيل؟ اساس احدد نمبر اوف بارز حق كل سلاو. شلون؟ مثلا انا بختار فاي 10، راح اقسم على النومينال اريا اللي هي 71. حلو، راح يطلع لي نمبر اوف بارز، طبعا المينيموم 3 راح يكون، واذا طلع 3.3 اقرب للاربعه، اي شيء اقل من 3 3، واذا طلع رقم نقرب للاعلى. وبس هاي الطريقه راح تكون حق الاريا ستيل. بس بكذي نكون خالصين إن شاء الله من ملف السلابس.